قال المستشار بعد تدخله حل الأزمة رغم الاستمرار على الحجز على أرصدة النادي وطبعا صرف المرتبات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا والله انا بوجه له كل الشكر وكل التقدير وكل الاحترام. الرجل في فتره صغيره قدر يقبض العمال والموظفين في فتره يعني قليله جدا رغم الحجز على ارصده النادي، والنادي فعلا كان بينهار. بفضل الله لما رجع قدر يرسم البسمه على وش الموظفين كلهم، الناس كلهم فعلا الناس بتدعي لهم، يعني في اللي كان هيبيع عفش البيت وفي اللي كان يعني الناس مش عارف ما كانش عارفين يعملوا ايه بالظبط، ومع ذلك قدر بصراحه يوفر وقال لهم وعدهم فعلا برضو ان هو هيدي لهم فعلا في العيد فلوس العيد اللي كان دايما بيديها لهم، وهيصير لهم مكافاه حلوه في العيد. وفتره صغيره قدر فعلا الناس، انا بقابل الناس فعلا مبسوطين، ووعدهم فعلا برضو ان هو يصرف لهم المرتب الجديد في الشهر القادم، وانا دايما والله بوجه له كل الشكر، لان نادي الزمالك من غير المستشار مرتضى منصور ما يبقاش نادي الزمالك، النادي فعلا كان بينهار. ما حدش ينكر المستشار عمل كل حاجه في النادي، وراجل كويس وبيحب النادي وزملكاوي وخدم النادي، ما حدش خدم في تاريخ نادي الزمالك، تاريخ نادي الزمالك كله ما خدش ختم زي مرتضى منصور. بنى النادي، عارف ان بنى النادي. انا طبعا في البدايه بشكر المستشار مرتضى منصور لان هو راجل المواقف الصعبه، وان هو قدر يحل لنا ازمتنا احنا كموظفين، دي اول نقطه. غير ان هو رجوعه للنادي كان مؤثر جدا، وغيابه برضه كان مؤثر بالسلب، هو وجوده مؤثر بالايجابي، ان احنا شفنا النادي طبعا في عدم وجوده، وشفناه دلوقتي في وجود المستشار مرتضى منصور. حمامات السباحه اشتغلت، الملاعب اشتغلت، البلاي ستيشن اشتغل، الدنيا رجعت، يعني تحس ان الروح رجعت تاني لنادي الزمالك، لان ارتباط المستشار مرتضى منصور بنادي الزمالك هو ارتباط نادي الزمالك بالمستشار مرتضى منصور، يعني الاثنين مرتبطين ببعض، فلو في حد من الاثنين مش موجود لا اكيد التاني هيختل. بلا شك مرتضى منصور طبعا وجوده في النادي اصبح يعني فرحه للجميع، سواء جمهور او اعضاء او اي حد، يعني النادي كان في هذا الوقت كان بيكون قفل قبل مرتضى منصور ما يرجع، كان بيقفل الساعه 9 مساء كان بيروح قافل، النهارده بيستمر لبعد الساعه 4 بالليل. شوف الاعضاء بتوع النادي، شوف الاطفال، شوف الحاجه، شوف فرحه العاملين والعاملات والكلام ده كله. والله يا مش بعيده، يعني ان المستشار مرتضى منصور بيعدي كل الازمات اللي خلاه يحل ازمات النادي من 10 سنين بتوع ممدوح عباس، مش عارف يحل مشاكلنا كموظفين من شهرين. هو معروف انه اسطوره واسطوره نادي الزمالك، هو التاريخ اللي بيشهد على كده، والانجازات اللي اتعملت هي اللي بتقول ان المستشار مرتضى منصور هو اصلح واحد مسك نادي الزمالك. اقول له ربنا ينصرك يا رب، هو حد كويس قوي ووقف النادي على رجليه وبيقف جنبنا وبيقف جنب الغلابة، والله العظيم احنا ما شفناش حد كويس زيه. ربنا معايا يا رب، ربنا ينصره يا رب. مع المستشار الاول الحمد لله على السلامة، وبصراحة يعني من غيرك بيبقى النادي في يعني بيبقى فيه سقطات كتير جدا، ولو حضرتك يعني لفيتي بالكاميرا كده من فترة كنت هتشوفي حال النادي. الوقت الحمد لله الدنيا اتطورت وبقت كويس. مع المستشار طبعا شرفنا من كام يوم وجي حل ازمه المرتبات، لان احنا كان بقالنا شهرين وكان التالت داخل علينا وما كانوش قبضنا، يعني الواحد مش محتاج بقى يعيد ويقول كان الناس عليها وعليها وعليها وعليها. كل الناس عارفه المسؤوليات اللي على الناس كلها ايا كان كبير او صغير. اول ما جه معالي المستشار وده اللي احنا كنا بالنادي بيه، معالي المستشار تملي دعم وسند لنادي الزمالك، بس هو يعني كان مزعلنا الفتره اللي فاتت عشان ما كانش بيجي، وده طبعا كان عز علينا كتير. من اول سيادته ما دخل من البوابه هي كلمه واحده بس، الحمد لله صرفنا وبقينا زي الفل. لو درتي بالكاميرا دلوقتي في النادي وعلى وش الموظفين وعلى وش العمال هتلاقي الدنيا اتغيرت تماما، تفرق السماء والارض، بتحولنا 180 درجه.